خلونا نروح للباتيناج، الرياضة المبهرة بالنسبة لي. ازاي البني ادم يعرف يحفظ توازنه على البتاع ام عجل دي؟ وبعدين واحنا صغيرين كانت بتبقى باربع عجلات في الفرده، دلوقتي بقت صف عجلات واحد. العيال بتعرف توزن نفسها ازاي؟ ما اعرفش. الحلو بالنسبه لي ان انا خدت بالي، مثلا انتوا عارفين عندنا هنا التجديد اللي موجود على الكورنيش، ممشى اهل مصر ده، فالتجديد ده خلى انه الارضيات بقت ناعمه وجميله كده على الكورنيش قدامنا هنا في ماسبيرو يعني. فخدت بالي وانا جاي انا وعم سعد انه في شبان وبنات زي الفل قاعدين، وولاد زغنطتين كده يعني في عمر ولادي 15 و16 و17 وكده، لابسين الباتيناج ده وقاعدين عمالين يجروا ويلعبوا ويعملوا حاجات وبتاع وينطوا في الهواء وبتاع. خلي بالك يعني عشان ما تتعورش برضه، والبس الحاجات اللي هي تبقى هنا وهنا ومش عارف اتكلم، مهم ارجوك والنبي. بس حاجه تجنن دي بنسميها رياضه من رياضات الشارع، حلوه وجميله. فانا مبسوط ان انا قاعد عمال بشوفها عندنا في مصر بعد ما كنا بنشوفها في الافلام الامريكاني. اه والله، وكنا نشوفها في افلام عبد الحليم حافظ وهما بيلعبوا في نادي المعادي، لا دلوقتي بقت موجوده في الشوارع عندنا. اتفرج على التقرير. رياضة السكيت هي من أحلى الرياضات الممتعة اللي بتمارسها في الشارع، ودايماً بنشوفها في شوارع القاهرة، لكن رياضة السكيت النهاردة تخطت حدود القاهرة ووصلت هنا في محافظة كفر الشيخ. مجموعة من الشباب قرروا إن هم ينزلوا الشارع ويمارسوا رياضة السكيت، لكن بضوابط وإرشادات مهمة. تعالوا بينا نعرفها ونعرف حكاية أول فريق سكيت في محافظة كفر الشيخ. عاش كفر الشيخ سكيت! عاش كفر الشيخ! عن طريق السوشيال ميديا بأول ايفنت اتعمل في 2018، عملنا ايفنت على الفيسبوك، قلنا يا جماعة احنا عاوزين ننزل نلعب رياضة، وقلنا هنستنى نشوف الناس مرضتهم ايه. لقينا كل الناس في كفر الشيخ عاوزة تنزل تلعب فعلا رياضة معانا، لقينا كمية شير كتير للبوست والايفنت بتاعنا والكلام الحماسي اللي خلانا وشجعنا ان احنا فعلا لازم ننزل. كان بدايتنا في اول يوم تمرينا لينا كان في جو مطره، وقلت تقريبا ما فيش حد هينزل معانا. لقيت ناس كتير قوي في انتظارنا علشان نبدا اول تمرينه للفريق بتاعنا في الشارع. عملنا الايفنت والناس بدات تنزل معانا، بعد فتره الناس كسلت، بدانا نبقى اتنين انا والكابتن محمد، لعبنا فتره لوحدنا، بعد كده بدا يجي لنا ناس كتير، بنات تنضم لينا، شباب، أسر، ناس كبيرة في السن، أطفال صغيرين، لغاية دلوقتي ما بقينا ما شاء الله معدي 300 واحد في تمرينة السكيت. نبتدي مع الناس كلها فروم سكراتش. أول ما بدأنا التيم بدأناه بسكيت واحد بس بتاعنا، السكيت بتاع قائد صبحي، كلنا اتمرنا عليه. كانت البداية النواة يعني، فشوية شوية لما الناس حبت الموضوع وابتدى يلقى رواج كده في المجتمع، ابتدت الناس تشتري، وبدل ما كان سكيت واحد في كفر الشيخ بقى أكتر من 500، من 500 ل 700 سكيت دلوقتي موجودين. بنبتدي مع الناس من الصفر، بنقول له أنت مش جاي تمرين قوي، احنا بنقول له تعالى انبسط غير جو. بس في وسط الانبساط ده احنا ما بيبقاش ده هدفنا 100% يعني، بنعلمه فروم سكراتش كده من الصفر ازاي يتوازن عليه، ازاي يبتدي يتحرك خطوه بخطوه بخطوه لحد ما بيوصل معاه ان بيدخل بطولات. انا بدات بالسكيت من 7 سنين. الحمد لله بدات من بعد ما دخلت الفريق، اتعلمت حاجات كتير طبعا يعني كنت بلعب مثلا تمرين بالشهر، بدل ما العب تمرين بالشهر بقيت بلعب تمرينتين في الشهر، تمرينتين بالاسبوع عفوا، وتحسنت من ادائي كتير والحمد لله. اول امبارح شاركنا ببطوله الفري ستايل اللي هي اللي بتاهلنا لبطوله افريقيا، الحمد لله كسبت مركز يعني حلو، بس كان في شويه لخبطه عشان اول بطوله بتحصل في مصر. أول ما شفت التيم كنت جاية أغطي حدث الماراثون،
قابلتهم هنا ما كنتش متخيله ان ممكن يكون في ناس بتاخد وقتها كله ان هم يلعبوا سكيت مثلا، فالموضوع بالنسبه لي كان غريب شويه. بعدها لقيتهم حقيقي عيله، وده بصراحه لفت نظري اكتر من السكيت. اللعبه بتخليك طاير، مش حاسس باي حاجه اللي حواليك، يعتبر في نفس سرعه وسائل مواصلات كتير، وانت مش راكب حاجه مقيداك، يعني انت براحتك يعني.